سعد الشيباني على هاشتاق البرنامج يقول أخشى على المنتخب السعودي غدا من الكرات العرضية هل المعضلة اللي في المنتخب الأول موجودة في المنتخب تحت 23 سنة حمد وعندي سؤال ثاني بضيفة بما أن الحديث عن سعد الشهري هل سعد فنيا شالوه اللاعبين اللي معه ولا الرجل عنده تكتيك عالي والله شوف اول شيء يعني عشان هل انت تقول خطوره الكرات العرضيه لعبنا أربع مباريات، ثلاثة في المجموعات وفي دوري الثمانية الحمد لله رب العالمين ما استقبلنا ولا هدف، صحيح كانت علينا فرص خطيرة ما في شك تميز الحارس نواف العقيدي يعني بصراحة أنقذ مرمانا من كذا فرصة، لكن بشكل عام يعني قبل أنت اللاعبين، أنت اليوم عندك لاعبين في مدربين كثير يا أبو لطيفة سواء منتخبات أوروبية أو حتى في أنديتنا عنده لعيبة عنده لعيبه مميزين كثير لكن طريقه اللعب توظيف اللاعبين خروج اللاعبين تبديلات يعني في في جزئيات هو المدرب اللي يتحكم فيها، اوكي ممكن اللاعب اليوم في المباراه هذه يفيدني ويتفوق على المجموعه ويكون هو يعني نجم المباراه، لكن بشكل عام اللي سواه الكابتن سعد الشهري الصراحه شيء جبار عمل اكثر من ممتاز ولا نركز على السنه هذه من خلال السنوات الماضيه اللي هو في مع المنتخبات بشكل كبير، بصراحه قاعد يقدم لنا كره قدم جميله، كره قدم ممتعه، وخير دليل يعني تصدرنا لمجموعتنا فيها اليابان، واجهنا اليابان وكنا اخطر من اليابان، وتعادلنا معهم صحيح، فزنا على فيتنام، فيتنام ما كان منتخب سهل، تعادل مع بطل مع كوريا الجنوبيه اللي كان بطل البطوله السابقه. فبصراحه يعني الشغل اللي قاعد يسويه الكابتن سعد الشهري شغل ممتاز جدا عندنا لاعبين برضو يعني دورينا بصراحه يعني اعطى خبره للاعبين اعطى قوه تعرف مع المحترفين المميزين اللي في الدوري السعودي فكل يعني كل السبل هذه مجتمعه مع بعض اكيد يعني حتى لو مدرب كبير اذا اليوم ما ما عنده لعيبه ممتازين ما راح يحقق النتايج المطلوبه والعكس صحيح اذا كان في نجوم كبار في المنتخب وما عندهم مدرب ممتاز ما راح يوصلوا فاحنا الحمد لله رب العالمين منتخبنا كمجموعه منتخبنا جدا ممتاز وانا مع كلام استاذ طارق طارق انه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الانتقادات على المدرب تنتقد مدرب اليوم وأهلك الى دول أربعة ما استقبل ولا هدف قاعد يقدم لك كره قدم متوازنه اقرب الى الهجوميه طيب انت ممكن لا قدر الله ممكن تخسر بكره بضربات ترجيح هل كل اللي سواه المدرب، كل اللي سواه المنتخب نرميه خلف ظهورنا بلعت... ليش ليش توصل للركلات؟ ليش ما فزت على استراليا؟ ليش توصل للبلنتيات؟ ممكن انت بكره ما تتوفق هي, هي كره القدم توفيق قبل كل شيء، انا يعني بكره منتخبنا ان شاء الله انه ينتصر ويكسب يفرح الجميع لكن قد انك تلعب كره قدم ممتازه ومميزه تضيع فرص وتوصل لضربات الترجيح او يكون مثلا يفوزوا عليك بخطا، كل شيء وارد في كره القدم بس هذا ما ينسف مجهود المدرب ومجهود اللاعبين هم محتاجين منا الدعاء وان شاء الله ربي يوفقهم واحنا معاهم في كل الاحوال يا لكن ان شاء الله متفائلين 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 ثلاث مرات انه ان شاء الله حنوصل النهائي